مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنوريكم كيفاش تمونطيو هذا السطل ديال الجفاف اللي كتجفوا به، سميتو سيلف واشد. صراحه زوين بزاف وعندي انا كنصيغ به، واليوم شريتو لماما حتى عجبها حتى هي بغيتها تستعملو، وغنوريكم الطريقه ديالو. اذا كيجي بحال هكا، ها هو السطل وربعة ديال الحديدات، وكاينه هذه فيها هذوك اللصقات اللي هنا، وها هو الجفاف. كاين عندكم جوج ديال جوج ديال الجفافات، الا توسخات وحده كتستعمل الاخرى ومن بعد كيتصبلوا. ها هما دوك اللصقات، يلا لصقتهم. كاينين هنايا واحد هادو، هاد الجيوبه كيتخشوا هنايا. عفوا اسمحوا لي ما كنتش كنصور، قلت لكم هاد الجيوبه هادو ثلاثه ديال الجيوبه كيتخشوا في هاد اللعيبات هنايا، ما عرفتش شنو كيسميوهم. المهم اذا غادي نخشيهم باش نوريكم الطريقه كيفاش تمونطيو الحديدات. وعاد تدو هذيك اللصقه. دابا اجا عفاك عبد الرحمن شد ليا. المهم هو السطل هنايا فيه جوج ديال البلايص، كاين البلاصه الاولى اللي كديروا فيها البرودوي ديال النيتواياج مع الماء، وهنايا باش تنشفوا كتخشيو هذيك الشفاف هنايا تتبقاو تغسلوه مزيان، ومن بعد كديروا هنا باش تنشفوه. هاك شد ليا عفاك، شد مزيان. اذا غادي نلصقوا هاد الحديدات. وشوف في الكاميرا عبد الرحمن، شوف راسك شدير. ها غادي ناخذو غادي ناخذ هادي باش نلصق هاد الحديده الاولى. بسم الله، كاينه فيها هاد اللعيبه هنايا تنوركو عليها الحديدات تتورك باش كتدخل في هاد فهاد الدورة هنا. صافي، ها هو اول حاجة. من بعد ناخذ حديدة اخرى فيها هاد العيبات هنا، وهاد الفلتاج كندخلو في الفلتاج بهاد الطريقة. ناخذ حديدة اخرى ونبقى نزيرها ونسدو هاد الدوار، نسدو هاد البلاستيكة القوية كتكون هنا كنجروها باش يتزير مزيان. صافي، دابا غادي نلصقوها في الجفافة هاكا. طريقة سهلة، كندور الفلتاج ونسد هاد القوي. صافي هو تسير. نوريكم باش تخدموا الطريقة سهلة. مهم كدورو هادي بحال هكا حتى كتولي على هاد الشكل. عطيني، شكرا. ملي كتولي لنا هكا تندخلو الكراطه هنا. المهم ما تبغيش تكاد ليا دابا حنت ناشفه، تندخلوها هنا كنديرو بحال هكا باش نتصب مزيان، ومن بعد كنديرها في الجهه الاخرى باش تنشف. وغنربطو لهاد البلاصه. هنايا كاينين جوج ديال البوتونات كندورهم هنا باش من تنساليو كيخرج الماء هذا ديال التنشاف، وهذا الماء ديال التصيق. ومن بعد ملي تتساليو حتى تشلو السطل، كتشلو السطل وكتسدوه بهذه الطريقه، دورو للجهه العكسيه. واه
اذا هذه هي الطريقه باش تمونتيو هذا سيلف واشد. ها هو المهم الثمن ديالو راه كل محل وبشحال كيبيعوا. انا هذا واحد المحل في شيتو من المحمديه، واحد المحل تبيعو رخيص ناقص فيه الثمن 180 درهم. الا شريتو من الانترنت كاين اللي تبيعو 270 250، كاين اللي تبيعو ب 200 درهم على حساب كل واحد بشحال تبيعو. وصراحه زوين بزاف زوين، وليت كنبغي نسيق، ولات كنسيق نهار نهار لا. اذا المشاهدين الكرام كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لنا لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، كذلك سبسكرايب والتعليقات. شكرا، الى اللقاء.